يبدأ بوصف العبودية لله أنه عبد لله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلق من تراب كما خلق بقية البشر. ونقرأ سورة مريم فنعيش مع العذراء في حيائها وعفتها ومحنتها. مريم اسم الأنثى الوحيد المذكور في القرآن الكريم. من هذه الفئة التي يمدحها الله تعالى ويذكر أنها هي أقرب الناس مودة وحبا وشبها بالذين آمنوا؟ من هم؟ ويصيح بكم من أنصاري إلى الله؟ إي والله إني أحب. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. أما حنة بنت فاقوت قالت متحسرة: وليس الذكر كالأنثى. وإني سميتها مريم. قال المسيح عليه السلام: أعرف الحق والحق يحرره.